قطر انفجر وما طلعش منه حد عايش. الشرطة عرفت القاتل عن طريق ذكريات الوفيات. النهاردة انك تخش العقل، الخيال العلمي ده بيتعامل بالرموز في العقل. قطر عند الضواحي، ولد صحي من الحلم مفزوع. انا فين؟ انا بعمل ايه؟ والبنت اللي قدامه بتتكلم معاه واكنها تعرفه اصلا. واحد معدي وقع المشروب على حذائه بالغلط. العاملة جات تشوف التذاكر والناس اللي جنبه بتشتكي من القطر عشان اتأخر. البنت سألته تاني، شون مالك؟ الولد جاب اخره وقال لها انا معرفكيش، انا ما اسميش شون، انا طيار افغانستاني، الكابتن ستيفنز. البنت ضحكت ومش مصدقه كلامه. في الوقت ده القطر وصل المحطه الاولى. ولد بشعر احمر نادى راكب نزل من القطر، يا سيدي محفظتك وقعت. طلع ان ده قطر موصل بين ضواحي شيكاغو والمدينه. الولد دخل الحمام وطلع محفظته وبص، اسمه على البطاقه شون ومهنته مدرس. قعد يفكر بعمق ويبص للمرايه، خمن كده شاف ايه؟ شاف وش غريب تماما. هو ده بقى تغيير الروح ولا ايه؟ الولد فقد صوابه، ولما طلع لقى البنت قدامه قعدت تواسيه وتقول له كل حاجه هتبقى كويسه. وبالتالي صحي الكابتن في علبه مصفحه. انا فين تاني؟ شاف الفيديوهات. شرطيه قالت له انت دلوقتي بتعمل لينا مهمه، هي انك تلاقي القنبله اللي في القطر اللي انفجر وتمسك بالفاعل، وقتك 8 دقايق بس، روح بسرعه بقى. الكابتن ملحقش يرد ولقى نفسه مرمي في القطر تاني، نفس البنت ونفس المشروب ونفس التيكت، تحسه زي تدريب كده. الكابتن استرجع ذكرياته، المكان اللي انفجر من شويه كان الحمام، احساس الشرطه فعلا جامد، لقى القنابل على السقف فوق ومربوط عليها تليفون كمان، اكيد جهاز ارسال للانفجار بقى. الكابتن عمل نفسه رجل امن واكبر كل الركاب يقفلوا اجهزه الارسال كلها زي التليفون، بس اتاخر برضه، الانفجار حصل في ميعاده. الكابتن رجع للعلبه المصفحه تاني وسال بغضب، التدريب ده خلص ولا لسه؟ الشرطيه مش قدامها غير انها تقول له الحقيقه، ده مش تدريب. النهارده الساعه 47 دقيقه قطر معدي من عند ضواحي شيكاغو انفجر، وما فيش ولا راكب تم انقاذه، حتى كمان شون اللي انت في جسمه ده، والارهابيين هددوهم كمان انهم هيعملوا انفجار تاني، فانت لازم ترجع تلاقي الارهابي، والوقت برضه 8 دقايق، وبعد 8 دقايق هتنفجر تاني؟ ايوه صح. تالت مره يرجع للقطر. الكابتن اتعود على الاحداث، بعد عن المشروب اللي هيقع وطلع التذكره من نفسه وسال العامل هل في اي شخص غريب هنا. العامل رد عليه بصوت منخفض، انت غريب جدا. البنت دي اسمها كريستينا، اتعرفت على شون في القطر ده. الكابتن طلع دفتر ملاحظات شون مكتوب عليه اواعد بنت واشرب قهوه، وده بيدل انه حب البنت دي من اول نظره. قعدوا يبصوا على الركاب مع بعض، بس كل الركاب شكلهم طبيعي جدا. فجأة طلع واحد من الحمام، وفي الوقت ده القطر وصل للمحطة كمان. الكابتن لحقه بسرعة، مشي للنص ورجع تاني عشان يستأذن البنت تنزل، مستغرباه جدا ومفيش وقت يشرح كده. الحاجة اللي كان شون مخبيها من زمان خلصت في ثانية من الكابتن. نزل من القطر وفضل ورا الراجل الغامض طول الطريق. الراجل كمان حسه غريب جدا. الكابتن اصر انه ياخد شنطته، وفي الوقت ده القطر انفجر. الكابتن اتفاجئ، يا لهوي مش هو، الراجل ده مش هو الارهابي. فرماه على الرصيف واداس من القطر اللي جاي ده ورجع تاني. الكابتن قال على الرغم اني ما لقيتش الارهابي الحقيقي، بس انقذت البنت، رجعيني تاني وانا هقدر انقذ اكتر. بس الرئيس اللي جنب الشرطيه قال غلط، انت مش هتقدر تنقذ اي حد، هم موجودين في بيانات الرموز بس. طلع اصلا ان الرموز دي مشروع سري خاص بالجيش. ببساطة الناس لما تموت طاقة الحقل الكهرومغناطيسي في العقل مش بتختفي فورا، وإنما بتفضل موجودة مؤقتا. تأثير الرموز بيحافظ على ذكريات المتوفي الأخيرة. الحقل الكهرومغناطيسي للمدرس شون والكابتن متوافقين جدا، فعشان كده اللي الكابتن بيشوفه تبقى ذكريات شون لآخر 8 دقايق في حياته. بس الرموز دي برضو ما تقدرش تغير التاريخ، بتعيد الذكريات بس. المدير قال له شيكاغو دلوقتي بدأت تعمل عمليات إرهابية ضخمة، وتاني هجوم عليهم على وشك الحدود، والوقت قدامنا مش كبير. الشرطية قالت له معلومة إن الأمن في الدور التاني معاه مسدس. المرة دي الكابتن رجع واتحرك بسرعة، راح خد السلاح على طول، ولكن أول ما لقاه تم اكتشافه وهو بيتخانق معاهم كهربوه. بعد ما صحي لقى نفسه مربوط في الممر، وعرف إن المرة دي كمان مش هيلحق يعمل حاجة، فسأل البنت سؤال روحي، لو فضلت من حياتك دقيقة هتعملي إيه؟ مش عارفة. قالت له هتصل ببابا اسمع صوته واتأسف له، كل حاجة هتبقى كويسة. الكابتن مات 4 مرات وبدأ يشك في ده كله، وطلب منهم مرارا يكلم ابوه. الشرطية طنشته
واتبعت تاني للقطر. البنت جاية تواسيه وهو عصر عقله وقال لها عندي صديقة في الجيش، وقال لها تقدري تشوفي لي هي فين، وبعد كده استلف تليفون. وهو بيتصل البنت جت وقالت له الصديق اللي انت بتقول عليه ده يبقى الكابتن ستيفن، ضحى بنفسه في مهمة من شهرين. الكابتن قعد يلف دماغه ويعيط، وبدأت ذكريات الحرب تظهر، وده أكد كلام البنت ليه. لما رجع لكابينة التجربة سأل أنا مت صح؟ الضابط اعترفت. طلع أن بعد ما ستيفنز ضحى بنفسه عقله ما ماتش بشكل كامل، فنقلوا لي مكانهم السري ده، وإحساسه كان بيتبعت على شكل إشارات من الكمبيوتر، حتى المكان اللي هو فيه ده معمول من تخيله. الكابتن اتعصب، وبالتالي دون جدوى المدير وعده لو بس خلصت المهمة دي هنسيبك ترقد بسلام. والكابتن بقى غصب عنه بيتبعت مرة ورا التانية بين الحياة والموت، الرموز كلها لذكريات شون. ولكن ألم موت الكابتن كل مرة كان حقيقي للأسف. قرب يجيب أخره ويتحطم عشان يشجعوه. المدير شغله تسجيل لوالده، كانت علاقتهم مش كويسة لحد ما مات في الخدمة. أبوه بدأ يندم، أنا عمري ما كنت بفهمه ومش قادر أصدق إنه مات في الحرب. الكابتن هدي ورجع للقطر تاني، في المرة دي بعد ما أخد التليفون اللي على القنبلة اتصل بآخر رقم، وصوت الرن مش بعيد عنه. طلع الراجل اللي وقع محفظته ده الكابتن لحقه، وشاف الولد ده بيرجع له محفظته. بس لما مشي خطوتين رماها تاني في القطر، ده ما بقتش شكوك عادية بقى. في الوقت ده القطر فجأة انطلق وما بقاش قدامه غير انه ينط. فهم ان المجرم استقصد يرمي المحفظة عشان يثبت انه مات هو كمان في القطر. الوسائل البسيطة دي ما بتخشش على الجيش طبعا. المجرم تم اكتشافه، بس هو ما كانش متوتر نهائي، فتح العربية وطلعت مليانة بالمتفجرات، وممكن يكون في ما بينهم نووي كمان. المجرم قال له بكل فخر المتفجرات دي مش اي حد يقدر يعملها. استغل سرحان الكابتن وضربه بالنار فجأة. الكابتن وقع، وقبل ما يموت سأله انت بتعمل كده ليه؟ المجرم قال له العالم ده قذر جدا، عايز ابنيه من اول وجديد. في الوقت ده صوت الانفجار بدأ والدخان بيتصاعد بكثافة. ليه؟ هو طلع التليفون بايده من القنبلة. الكابتن رجع وهو محتار، وقال لهم على اسم القاتل ورقم العربية، والشرطة اتحركت فورا وخلصت من الأزمة دي. والمدير حصل على إعجاب الكبراء، وطبعا مش هيحفظ وعده ويسيب الكابتن يركض بسلام. حتى لو كانت الرموز جامدة برضو محتاجة انضمام وعي الناس ليها. قرر انه يمسح ذكريات الكابتن ويخليه يخدم الرموز ليهم بلا توقف. في الوقت ده الكابتن برضو توقع، قال للبنت انا عايز ارجع العربية تاني عشان انقذ الناس اللي في القطر، حتى لو كانت مجرد عملية بسيطة للرموز مش حقيقة وشوية ذكريات. البنت ترددت. في الوقت ده احنا كمان اول مرة نبص للموضوع من زاويتها. الكابتن موجود بس في مجال التفكير، هي مش شايفاه طبعا، بتقدر تشوف بس الكلام اللي بيقوله، وجسم الكابتن الضعيف محطوط لوحده في علبة جوه غرفة. البنت أمرت الجندي إنها هترجعه تاني، أنا هحطك في نظام الحياة وهبدأ العملية آخر 8 دقايق. الكابتن بيقدر جدا. أول حاجة عزم البنت على القهوة، الأستاذ شون الكئيب طلع بيعرف يعاكس أهو. البنت برضو استغربت، وبعد كده راح جاب القنبلة من غير تفكير، طلع فيه وراها تليفون احتياطي كمان، فطلع التليفونين ومسك الإرهابي وربط إيده واتصل بالشرطة قدام الإرهابي وقال لهم على خطته كلها. الإرهابي عيط، معروف إن العنيف بيكون أضعف واحد. وبعد كده الكابتن اتصل بابوه وقال له أنا صديق ابنك في الحرب. الكابتن عايز يقول لك أنا آسف. التمن دقايق قربوا يخلصوا. الكابتن طلع كل الفلوس اللي معاه وتراهن مع الولد اللي جنبه ده، قال له لازم تضحك كل الناس قبل ما نوصل المحطة. الولد طلع ممثل كوميدي أصلا، فتحمس ووافق على الرهان. وفي نفس الوقت المدير اكتشف خطة البنت. افتح الباب ده يا جودين يا بروفيسور. هو خلص خدمته بالفعل، داست على زرار النهاية، ووقت الرموز وقف عند اللحظة دي. الناس اللي كانت قاعدة باردة في القطر فرحانين وبيضحكوا، وإنما في العالم الحقيقي الكابتن أخيرا هيركض بسلام. في الوقت ده حصل شيء غير متوقع، بص تاني كده نظام الحفاظ على الحياة واضح جدا إنه وقف، ولكن العالم التاني ما وقفش. طلع أصلا إن الكابتن توقع من الأول لو التمن دقايق عبارة عن ذكريات شخص بس. طب إزاي الذكريات استوعبت تغييرات كتير كده؟ حتى كمان شو لما راح للمكان اللي عمره ما راحه ده، التفسير الوحيد هو ان كل ما يسافر بالرموز الرموز بتخلق عالم تاني خالص متوافق مع العالم الحقيقي، والانفجار ما حصلش في العالم التاني ده، وده يوم عمل عادي جدا. البنت لسه واصلة مكتبها ولقيت ايميل جالها، ايميل من الكابتن في العالم الاخر مبعوت ليها، وفي الوقت ده كان الكابتن مستلقي عندها. المدير اللي نفسه يحقق نجاحات قاعد مستني أزمة جديدة عشان يثبت إن تقنيته الجديدة ما فيهاش عيب. المفروض نقول إن ده فيلم خيالي جدا. لا حياتك فضل الله 8 دقايق هتقضيهم إزاي؟ بعد ما مات الكابتن كذا مرة أخيرا أدرك إنه لازم يخلي كل ثانية ليها معنى. أنا رامو، اعملي لايك ومتابعة، بحبكم.